شو هالحكي؟ معقولة؟ يعني فوق حق أدقه؟ لا 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 مو هيك قصدي، بس سيارته اللي انضربت والحق مو عليه وهو اللي لازم يصلح على حسابه؟ يعني وين صارت هي؟ طيب طيب ماشي. سؤال تاني الله يخلي لي اياه. حسب قانون المرور العالمي على علمك، قديش لازم تكون المسافة بين سيارتين ماشيين بقى في بعضهم؟ قديش؟ ايوه ايوه فهمت عليك. طيب معلش الله يخلي لي اياك، سؤال تاني. اذا قداماني مثلا طلع قدامه ختيار شارد او شيء قطه نمروده واضطر انه يضرب فرام غصبا عنه، قام الوراني فات فيه، ايه على مين بيكون الحق بهالحاله؟ طيب سؤال اخير تسلم لي عينك يخلي لي اياك. اذا الواحد انسرقت سيارته بعد كم يوم بتقدروا ترجعوا له اياها؟ الو الو انقطع الخط. انه بس بدي افهم، ما حدا حوى سياره بالبلد غيرك؟ الله يرضى عليكي، ذكريني بكره اتصل بالبلديه، بركي بزفتوا هالجوره اللي على طريق الاوتوستراد، حاكم صرت نازل فيها 3 مرات، الله وكيلك، راسي يطش بالسقف. اتزفتت ولا عمرها ما تتزفت؟ بدك تاكل هم الطرقات والحواير اكثر من الحكومه انت؟ طبعا بدي اكل همها، يعني اذا بدي انزل بهالجوره 2 مرات باليوم، مره بالروحه ومره بالرجعه، بظرف شهر واحد بتهرهر السيارة. طيب انت لا تجي من طريق الجورة، تعا من غيره. حبيبتي انا قبل ما اشتري السيارة طلعت استطلاع وكشفت على كل الشوارع المؤدية لبيتنا، قمت لقيت طريق الاوتوستراد انظف شارع فيهم. اخ اخ منك من هالسيارة، لك وجعني راسي. ها ولك يا روحي ليش بتزعلي اوام؟ هالسيارة لمعلوماتك مدفوع فيها دم قلبي، يعني شغل وقهرمي 23 سنة، سنة تنطح سنة. مثل ما بدك، يلي بدك يا اعمله. ايه حبيبي انت بدك طالعني مشوار، هاي سيارة وصار عنا. ولك انت بتأمري امر يا روحي، ولو اصلا انا ما اشتريت السيارة كلياتها الا حتى ريحك وطمن لك بالك، يعني فكرك انا بيهون علي تتشعبطي هيك بالسرفيس وتلحقي التكاسي؟ يعني بتعارض اذا كل فترة طالعتني مشوار؟ عارض؟ لك اسمعوا يا خلق، انا عارض؟ انا عارضة؟ كلك حبيبتي هذا من حقك، حقك الطبيعي، اصلا السيارة وصاحب السيارة كله تحت امرك. ولك أنا شوفير عندك يا روحي، شو الحكي؟ شوفير أنا. إلهي ما يحرمني منك يا حق. Thank you.
شو عادي؟ صاير عم تتأخر كتير بالجاي على البيت. يعني لما كنت تطلع بالسيرفيس كنت توصل 4:30، هلا ومع انه عندك سيارة عم توصل 5:30. شو بدي اعمل يا لميا؟ عشق الطرقات. كتير صايرة الطرقات معجوقة بهالايام. يعني بدك ياني نط فوق السيارات حتى اصل على بكير؟ هيك حركة المرور عنا. الشوارع ضيقة والسيارات كتيرة. شو بدنا نعمل؟ ايه هذا واقعنا. ماشي الحال. المهم شو عجبوك الشوربات؟ فعلا السواقة عنا صايرة مثل الشوربة. أما بالدول الأوروبية ما بتلاقي جنس العجقة، والمرور ماشي مثل النسيم، مع إنه سياراتهم أكثر من سياراتنا. لا، والسائق الماهر بيني وبينك هو اللي بيعتبر كل سائقي السيارات مجانين، وهو وحده العاقل، وبهالصورة لا يمكن يصير ولا حادث معه. مظبوط كلامك. عدولتي، شو رأيك بكرة بعد الظهر نطلع طريق المطار؟ لا والله ما بقدر أروحي. صح صعب شوي حبيبتي. وليش بقى؟ لاني اخذ موعد مع شركه الصيانه مشان يفحصوا لي الموتور. سمعت فيه عني غريبه. اصبح منخليها لبعد بكره. بعد بكره بالذات ما بقدر، لاني بدي انزل لعند ابو احمد العربيني حتى يركب لي قفل مركزي احتياط، لانه ضروري الواحد يحتاط ويركب قفل مركزي. بقى خليني نام سلوى وبالي مطمئن. ما بدي احس اني قصرت بحق سيارتي. لكن بهالحاله ما في غير نهار الجمعه. اوعك لميا، اوعك تغلطي وتقولي جمعه وممعه. هاليوم بالذات حالف يمين اني ما حرك فيه سيارة سنتي واحد طول ما انا عايش. اصلا وينك؟ كل الناس بدها تطلع سيارين وشمات هوا بيوم الجمعة، وهذا اللي بده يسابق هاد، والتاني بده يطحش على هداك، والتالت بده يطير طيران مشان يلاقي له شجرة يقعد تحتها او فسحة عشب يبرطع فوقها، وكلكم والهوندايات وطنابركم تاني. يعني بتلاقيهم مركبين 20 ولد وبنت بقفل هونداي او الطنبور، وعلى رقص وفقش ودق بالدربكه ونطوطه مثل السعدين. والله حرام يا لميا، والله ما بيجوز هالتصرف منوب. يعني قلبي بهب 100 هبه من خوفي ليزلط ولد او تتزحلط شي حرمه قدام سيارتي. يعني حتى انت اذا مرضتي طلعت روحك لا سمح الله، لا تحلمي اني اسعفك فيه بيوم الجمعه بالذات. اما سمعة، منشان شو شاري هلكان؟ مو منشان الشيء الضروري؟ ولك حبيبتي، يلي بده يكون عنده سيارة لازم يكون حابكها من جميع النواحي مشان يضل محافظ عليها من الحوادث والصدمات. ومثل ما بتعرفي المصلحين ما بيرحمون، الله وكيلك كل ضربة شاكوش وحدة من إيد مصوج أو مجلس سيارات قد كشفية الدكتور إذا مو كان أغلى. خلص خلص، انسالي الموضوع من عين اصله، لا عاد بدي روح سيارين ولا عاد بدي انضرب على قلبي. ليك والتانية شلون بتحكي؟ طيب لميا، بدي اسالك، يا ترى بتعرفي بين كل غيار الزيت والتاني قديش الواحد لازم يمشي؟ كم كيلو متر لازم يمشي فكرك؟ لميا؟ بدك شي تاني ولا روح نام؟ مثل ما بدك حبيبتي، بدك تنامي وتريحي عظامك قومي. بس وينك وينك؟ بدي منك الصبح الله يرضى عليكي تمرقي لعند جارتنا ام عبده زعبوبه، خليها تنبه على جوزها حتى يصب سيارته مثل خلو الناس. العمى بقلبه بصف لي اياها بالعرض، لا بخلي الواحد يفوت ولا يطلع. الله وكيلك يا لميا، امبارح انحشكت بين سيارته وبين حاويه الزباله، انحشكت تماما. نص ساعه وانا ارجع اقدم بريمير وانا ريه، بريمير وانا ريه، هيك لحتى اطلع من هالزبكه الملعونه. يمكن صرفت لي شي تكة بنزين مشان خاطر ابو عبدو زعبوبه. لا وشو متباهي فيها الاخ؟ قالك يخرب بيته وبيت بيته وكلها شافت ضيزته 57، لا راحت ولا اجي. لا والافندي بدشر لك كل الارصفه وما بيحلاله يصفق الا قدام مدخل البنايه. اصلا بنايتنا شو اللي مشرشحها غير سياره ابو عبدو زعبوبه؟ انت شوفي وقفه سيارتي قدام المدخل ما احلاها. قريته يسلم لي اللي خلقها على هالوقفه الاكابريه. الله وكيلك مثل العروس دقيله بترقص. الهي يحمي لي اياها من كل خدش وشطب وشحط. الهي ينجي لي اياها من اولاد الجيران وطاباتهم ونقيفاتهم يا ربي. الهي تنجيها من كل عين رديه وخصوصي عيون ابو عبده زعبوبه. امين يا رب العالمين. قولي امين. اخي هي اسمها سياره مو سحاره، والواحد لازم يداريها مثل ما بيداري رموش عيونه. مزبوط صحيح. كثير لطيف الجو اليوم. ما يعني لو حطوا لكل شوفير شرطي لا يمكن تنتهي الحوادث. اللي ليش اخي توفيق؟ ليش بقى؟
يا سيدي لانه نص الناس اللي عم يسوقوا عقلهم مو معهم، عقلهم مو هون منوب، ما لهم علاقه بالسواقه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد، وشلون اخذين شهاداتهم ما بعرف. يعني مثل ما بيقول المثل، من قفى الطرش لورا المرش. بينا شغله مفتكرين سواقه هيك يعني، شغله سهله، شلون من كان. شو رايكم غير لكم المحطه؟ مليتوا شيء؟ لا لا، شو تغيري؟ لا تغيري شيء. في برنامج عم تابعه على الام بي سي. شو هذا البرنامج؟ كيف تقود سيارتك؟ معلش معلش مدام، اتركي جوزك على راحته. لا ويلي مجنني اكثر، هدول اللي بيسوقوا وهن حاطين ابنهم بحضنهم. لك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، لو قاعدين بمرشوحه مو هيك؟ يعني بركي انتبهي ها، بركي دعس فرام على غفله. شو بصير بالولد؟ لك اخي طول لي بالك، ليش معصب؟ انت دير بالك على سيارتك والناس يصطفلوا. انا؟ يا ريت كل السواقين مثلي، سألوا لميا. يعني لو في جوائز بيوزعوها لافضل سائق كنت انا الربحان، ما في مجال. ان شاء الله دايمة، صحة وهنا. ايه سيدي، تسمحوا لنا؟ بكير لسه ما شفناكم. والله بكير، إذا مشان التوصيلة عادل بيوصلكم. يلا عادل وصلهم. اه نعم. وصل الجماعة. معتي. خير؟ شبك عادل؟ والله ما بعرف، معتي عم تفرك علي فرك، يمكن خبصت بالأكل أو أخذت برد، ما بعرف هيك، عم ترغي رغي علي. إذا بدك شيء قل لي قبل ما أنزل. لا سلامتك، ما في شيء، هلا بكن الوجع بترجع طبيعية، نص ساعة زمان المسألة. يلا لكان، تسمحوا لنا. الله معكم حبيبي، مع السلامة، شرفتوا يا ميت، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أبو تعالوا لعنا، مو ما نشوفكم. طبعا بنجي ما بنستغني، انبسطنا فيكم كثير. بس إن شاء الله تكونوا أنتم انبسطتوا بهالسهرة. لا لا انبسطنا كثير. يلا سيدي، تصبحوا على خير. أخي توفيق دخيلك. إذا ما في أسئلة يعني، برملك هيك برمتين حوالي السيارة، وتأكد من بوابها إذا كانوا مسكرين منيح ولا لا. يعني إذا لقيت شي باب مفتوح بس صفر لي من تحت صفرة قوية بنزل لعندك دغري. تعرف تصفي؟ شو هاد؟ شو هاد لمياء؟ ليش سفقتي باب السيارة بهالقوة؟ ما قريتي شو مكتوب هون؟ الله يصلحك، ولا مفكري حالك عم تسكري باب متحلي انتي؟ لا تأخذني، ما انتبهت، شو صار يعني؟ انتبهي مرة تانية، انتبهي، يعني هدول يلي صنعوا بواب السيارة مو أغبياء. السيارة بدها إيد ناعمة، مو مزربة، مو مخباطة. خلاص، مرة تانية رح أكون منتبهة، امشي هلأ. يعني فكرك شو بينزع المفصلات غير شلفتك لهالباب بهالصورة؟ ماشي الحال، وين بتحبي تروحي؟ من زمان وأنا حابة أطلع على قاسيون وشوف الشام من فوق. نفس تحت؟ دخيلك، شو رح تفرق يعني؟ بعدين يا روحي اطلع لفوق وبتقصف عمر السيارة قصف. عدي على صبيعك، هريان دواليب بيهتروا، ضوجان موتور بيضوج، حرق بنزين دبل، تحريق، تصحيتكو لهات بتصحيت. بس كل السيارات عم تطلع، شو بدي فيهن؟ انا علي من سيارتي. بعدين افرضي انه الفرام انقطع ونحن فوق، شو رح يصير فينا؟ ليلي رح نهر انا وياكي والسياره من راس الجبال ونروح معيس بكعب الوادي. ولي على قامتي، خلص خلص بلاها طلعت قاسيون، بس خلصني، روح وين ما بدك. بتأمري امر. شو هدو؟ جبت معي كم شريط كاسيت حتى نسمعهم على الطريق. نسمعهم على الطريق؟ هلأ سألتك بالله، أنا بدي سوق ولا بدي انطري؟ قولي يعني مخي شو بده يجمع ليجمع؟ وفرضي شي شوفير لوح مسرع وراي وبده يدوبلني وصار يزمر لي، شلون بدي اسمعه والمسجلة شغالة؟
وفرضي طق له شي برغي او نفس له شي دولاب، منين بده يوصلني صوته حتى ادبر اموري؟ امنتوا بالله على هالنهار هاد، ولك يقصفوا عمري قصف اذا بقيت اطلع مره تانية بسيارتك. لك شو صار لك؟ شو بكي؟ بتعرفي كم برغي هر بهالخطه الاتوليه تبعي؟ ظاهر ما قريت شو مكتوب على التابلو، لازم حط اللوحة بمكان بارز أكتر. يعطيك العافية. أهلي الله يعافيك. شو رأيك بهالصفة تبع سيارتي برا؟ الله وكيلك أكبر معلم ما بيجيب هيك صفة. أكيد صفة معلم. عجبتك صفتي ما هي؟ دخلك؟ الوقفة مسموحة هون؟ مسموحة. عظيم جدا، طمنتني. أمر. علبة كلها باردة إذا بتريد. بسرعة. تفضل أستاذ. شكرا. يخرب بيتك، يخرب بيتك وبيت بيتك، لك العمى ضربك مالك تعصيص؟ ولك دشرت كل سيارات العالم وما لقيت الا سيارتي حتى تنعرى؟ يا عالم يا خلق نادوا الشرطه، حدا يبعث خبر ورا الشرطه. اوعك تنزل، ولك اوعك تنزل، اوعك تنزل، بدي شرطه يزبطوك متلبس. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ليش صار معي؟ معلش يا اخي. شو الحاجة؟ ما في داعي للشرطه، الله يسترك. هلا بيعملوا لي قصه لانه ما معي شهاده سواقه. العنين، ما معك شهادة سواقة؟ لكن ليش عم تنضرب على قلبك وتسوق سيارة؟ شو بالظاهر مصاريك كتار حتى عم تطروق بسيارات هالخلق؟ لك يا أخي ما صار شيء، كلها شحطة صغيرة بالطبون. لك شو شحط أنت التاني؟ شو شحط؟ إلهي إلهي يشحطوك شحط من شوشتك لبيت خالتك. لك مالك شايف شلون انبعش بعش؟ خلص يا أخي أنا بصلح لك يا. لك ما بدي صلح شيء، ما بدي صلح شيء، بدي تدفع حقه. طيب طيب مثل ما بدك، تكرم عينك، بدفع لك حقه، بس انت روق. لوين لوين يا اخي؟ مشان نفوت لجوا خلص قبل ما الناس اللي تم علينا. تفضل. ماشي الحال، امشي لشوف. امشي. يا اخي طول بالك، طول بالك. بالفلوس ولا بنفوس؟ بالفلوس ولا بنفوس؟ وعم تمثل كمان؟ بسيطة، انا فرجيك. لك العمى قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. ولك انا كنت هون وانت هنيك، شو جابك من هنيك لهون؟ مشان تضربني يعني؟ ولا حدا دازك علي انت؟ يا اخي انت هدي لي حالك وما بيصير الا اللي بخاطرك. اخي انا ما رح اهدى ولا رح كن لحتى تدفع حق الطبون. طيب طيب خلص بدفع لك حقه. قديش حقه؟ قديش حقه؟ شو بعرفني انا؟ انا ما بعرف. هلا بتصل قدامك بالشركه، هلا بتصل بيقولوا لي قديش حقه. هات المفتاح احتياط، مصادر، هلا بتهرب لانك. الو شركة صيانة، يعطيك العافية. مين معي؟ مين معي؟ حسان؟ مرحبا حسان، كيفك؟ أنا عادل سوسيت.
اهلين وسهلين فيك ان شاء الله. ماشي الحال. وينك وينك حسان؟ انا شاري سياره من عندكم وصار معي حادث وانخلع الطبون الخلفي. بقى فيك تقول لي قديش حقه؟ لا اصلي مو تايوان. عال كثير، اصبح بس يدفع لي المصاري جاي ركبه فورا. اي تسلم لي يا حسان، الله يرضى عليك. خاطرك. قديش قال لك حقه؟ 10,000 ليرة. 10,000؟ اي بس انا ماني حامل هيك مبلغ. اصبح ما في طلعة من هون. يا اما قسما بالله بتصل بالشرطة فورا. لا يا استاذ طول بالك، ما في داعي للشرطة. هلا بتصل بخطيبتي وخليها تجيب لك المبلغ فورا. خلصني، اتصل فيها لشوف. الو مرحبا هدى، شلونك حبيبتي؟ شو شايف لسه ما نزلتي؟ بطلتي تروحي لعند اهلي؟ ليش يا حبيبتي؟ والله امي بتحبك. ولك شو حبيبتي وما بيبتي؟ الا على حق طبون خلصني شيء. طيب طيب حبيبتي، انا عملت حادث صغير بالسياره. لا لا اطمني، ما فيني شيء والحمد لله، بس انا مضطر ادفع 10,000 ليره فورا. تسلمي لي، جيبيهم وتعي بسرعه. ايه لا تأخري، لأنه مفتاح السيارة محجوز مع صاحب السيارة اللي انضربت ومو راضي يعطيني إياه قبل ما أدفع له المبلغ. ايه طيب، العنوان شارع الأمان سوبر ماركت الحرية. لا تأخري حبيبتي. اوك يلا باي. بتطول لتجي؟ ربع ساعة بالكتير، سيارتها معها. تفضل نشرب لنا شي شغله لبين ما تجي. اي لازم اشرب شي شغله، حاكم طقطقت حنجرتي من كتر العياط. تفضل استناها برا. اثنين عصير لبرا لو سمحت. ده كان اسمعها النكته، هي احلى. كمان عن الشوفيريه؟ ايه. مره كان واحد عم يحضر برنامج مسابقات بمحطه انجليزيه. قام حالفه الحظ وربح سياره حلوه كتير. قامت الشركه الانجليزيه قدمت له اياها مشان يستلمها. قام ما رضي يستلمها واحتج. وليش احتج بقى؟ قال شو غاشينه فيها؟ مركبين دركسيونه على اليمين. هدى بعرفها سواقتها على قدها. ولك العمى بقلبك انت تانية، ليش هيك عملتي؟ مالك طاسه؟ العمى ضربك ضرب. ايمي هالنظارات من على عيونك، ايميهم بلا مسخرة. يكسروا ايديك على العمل الهي، يكسروا الهي. ضاعت السيارة يا عهدي، ضاعت السيارة. ما في كلام. ولك بس بدي افهم، عيونك عيونك وين هون؟ نظرك وانت سايقة وينه؟ بس الحق علي انا، لك انا اللي بستاهل. لك يخرب بيتي شو اني فجعان، كان ضروري ادو لعصير هلا. يا شماتة ابو عبده زعبوبة فيني، يا شماتته. انا اسفة كتير استاذ وبعتذر. الله يسامحك يا هدى، كان لازم تنتبهي وتلقطي فرام قبل بمتر. ما شاء الله عنك انت تاني، شو فهمان بسواقة. شهادة سوق فيها ما معك وبدك تعطي نصايح؟ وينك انت وياها؟ هلا صار بدها الشرطه تيجي لتعمل ضبط. هلا ما في مجال معي، ما في مجال. منوب اوعك. ها الله يوفقك استاذ، عندي امتحان وبخاف الشرطه تحبسني كمان لانه ما معي شهاده سواقه. بيهون عليك انحبس. ها حبيبي ما معك شهاده؟ لك وما لقيتوا غير سيارتي لتتعلموا عليها الطرق والنعر؟ طول بالك استاذ، شو صار؟ نصلح لك اياها على حسابنا. حتى ولو صلحتوا والسيارة انعابت، ومتى ما انعابت يعني نزل حقها للنص. يا شماتة أبو عبده زعبوبة فيني، يا شماتته. إيه مو لهالدرجة. بعدين يا أستاذ سيارتك لازم تندعك، ما لازم تضل مدللة مشان العين الحسودة. وأنا ماني شايفة في داعي أبدا للتعصيب، كل شوية خرمش صغيرة. هلأ هادي اللي طلع معك؟ بسيطة يا أستاذ بسيطة، حصل خير. خلينا نتصل بشركة الصيانة ونسألهم قديش حق الطبون الأمامي. تفضل تفضل تفضل.
ألو مرحبا حسان. أنا عرفتني مو هيك؟ وينك؟ الله يرضى عليك، بدي أسألك عن حق الطبون الأمامي. لا الله يسامحك، يعني معقولة أشتري سيارة بالمفرق؟ بس صار معي حادث بنفس القرنة. لا الله يسلمك، لا ما بني شيء. قديش؟ طيب ما في مجال تبعتولي رافعة وتشحطوها لعندكم؟ العنوان؟ شارع الأمان، سوبر ماركت الحرية. أيوة، يا ترى بتطول الرافعة لتجي؟ عظيم جدا بشارعنا هي؟ كثير حلو. لكن خبروها بالتليفون. الله يرضى عليك، الله معك يا حبيبي، الله معك. شو ليش طلبت الرافعة؟ لكن بدك ياني خلي سيارتي مصدم لسيارات بقية عيلتك؟ قديش قال لك حق الطبون؟ كمان 10,000. جايبة معك مصاري احتياط؟ لا، بس 10,000 يلي قلت لي عليهم. على كل مو مشكلة، أنا هلأ بتصل بأخي وبقول له يجيبون ويجي. إيه طيب، اتصلي أنت معه بما أطلع أنا والأخ ونستنى الرافعة برا. شري شري. يلا جاهزين استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يرضى عليك. ها سوق على مهلك. أنا صاحب السيارة لأنه دافع فيها دم قلبي. شو يا آنسة؟ تأخر أخوكي. فعلا تأخر. غريبة، مع أنه شغله قريب من هون. ليكون ملقى تاكسي. لا، سيارته معه. ها إجا ماجد. شو شايفه جايب تاكسي؟ وين سيارته؟ أبصر. مرحبا يا جماعة. أهلين ماجد، شبك؟ وين سيارتك؟ شو اللي مسوي فيك هيك؟ شو بدي لكم لإلكم؟ خير شو في؟ هذا يا جماعة كنت ماشي بسيارتي بأمان الله، وما بلاقي لكم غير واحد فجأة نط بوشي دب سايق رافعة جاري سيارة ورا. بألف زور هربت منه، وقلت لحالي يا ولد بدال ما تفوت فيه، فوت بالسيارة اللي شاحطها، لأنه بمعلومكم إذا فتت فيه بروح معس، يعني ما بعطس. كان شاحط سيارة لانسر؟ إي نعم، لانسر. ولونها جردوني؟ ما بين معي بالضبط، دغري هبت فيها النار.